اما هلا بننتقل لاولى محطاتنا لليوم. اكتوبر الشهر الوردي اللي بيتم فيه التذكير باهميه الحمله العالميه للفحص المبكر عن سرطان الثدي، دائما بنسلط الضوء على هذا الموضوع برحلاتنا الصباحيه على مدار العام وبشكل سنوي خصوصا بهذا الشهر، لانه يمكن كثير من الصبايا ومن السيدات من خلال الفحص المبكر ممكن يتم عمليه شفاء كامل وممكن تكسب صحتها وحياتها. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا الدكتور اكرم الاحمر، اختصاصي بالامراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا صباح الفل. صباح الخيرات دكتور. صباح النور. يعني بالبداية هيك خلينا نحكي شو يعني سرطان الثدي، شو يعني سرطان يصيب السيدة بالثدي ويتم استئصال، ما يتم استئصال، يتم شفاء او لا؟ خلينا هيك بس نشرح علميا شو يعني. سيدتي اولا تعي ننطلق من تسمية انه هداك المرض بعيد الشر هيك الناس تتحاشى حتى ذكر اسمه. خليني انطلق من هي الجمله لسبب انه فعلا لما بنشتغل على الكشف المبكر، وطبعا اكيد مشكورين انتم وكل الجهات اللي عم تقوم على هذا الموضوع، انه الكشف المبكر عن سرطان الثدي صار في وقتها فينا نذكر كلمه سرطان الثدي بدون ما نقول انه بعيد الشر هذاك المرض. اوكي، يعني شوفي الايجابيه الهائله اللي ممكن ناخذها بالقصه. هلا سرطان الثدي هو عباره، خلينا نقول خليه من خلايا الثدي الطبيعيه خرجت عن الطاعه، ما بقى في كنترول عليها، ما بقى في سيطره. اعطي مثال، انه بدل ما تنقسم مثلا كل يومين الخليه تصير خليتين والخليتين اربعه، ممكن تعمل هذا المعدل خلال ساعة. يعني طلعت خارج السيطرة تماما. أكبر مثال عليها أنه نحن لنوصل لكتلة سرطانية قطرة سنتي، واحد سنتيمتر بالثدي، تحتاج إلى 5 سنوات. ولكن يلي قطرة سنتي ولتصير 2 سنتي فقط 2 سنين أو أقل، بيصيروا تسارع بشكل متسارع بشكل، لانه كنا بالاول بكم خليه خارجين عن السيطره، بعدين ما بقى عدد هائل خارج عن السيطره وما بقى تلحق له. فلذلك سرطان الثدي هلا هو بالتعريف اولا هو سرطان شائع جدا. صحيح. باختلاف الاحصائيات ودقتها من بلد لبلد، عالميا بنقول يصيب وحده من بين 6 إلى 8 يصيب من الإناث أو البنات أو السيدات، طبعاً وأكد على البنات أو السيدات. وهي نحن عم نحكي عن عدد متزايد، قبل كان 1 كل 10، نحن عم نشوف طبعاً أرقام طبعاً متزايدة طبعاً. يمكن الهدف أساساً من هي الحملة، ونحن عبر وسائل الإعلام دائماً نذكر أهمية التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، التوعية قديش المهم دورياً نعمل فحوصات طبعاً. وأساساً في فحوصات مجانية بدعم من وزارة الصحة. خلينا دكتور أشرت لنقطة كثير مهمة لما عم تقول إنه لما نحكي عن كتلة هي 1 سنتي، يعني بنحكي عن 5 سنوات. نعم. خلينا قبل ما نحكي عن أسبابه وأعراضه وكيفية علاجه، التوعية اليوم قديش مهمة؟ يعني نحن عبر سنويا على مدار العام نحن عبر برنامجنا وعبر وسائلنا عم نحصل الضوء على هذا الموضوع بدعم كمان وزارة الصحة بجميع المحافظات، وقلنا قديش بالبداية المقدمة الست بتكسب حياتها وصحتها. لما نقول سرطان هذا الموضوع مرتبط بي يا موت يا حياة، يعني هذا فقط المربوط بذاكرتك للأسف. خلينا نحكي عن أهمية التوعية اليوم لكل صبية بتكسب صحتها. لا يعني 5 دقائق يمكن هي الكشف بتكسب صحتها فينا نقول على طول، وبنفس الوقت عم نشوف أرقام متزايدة رغم الحملات التوعية اللي عم نقوم فيها. طيب أنا رح انطلق من آخر جملة قلتيها وهي جدا هامة سيدتي، إنه ازدياد نسبة الإصابة ولكن نسبة الوفيات بقيت ثابتة. إذا حملات التوعية قديش ضروري وعم تجيب نتيجة، ولكن نحن عدم التزامنا الشديد بحملات التوعية وخوفنا من الإجراءات اللي هلأ بنحكي عنها هي بالكشف المبكر، الخوف تبعنا وخوف في منه أوقات مريضة بتقول لك أنا ما بدي أعمل صورة المامو لأنه جارتي قالت لي أنه توجعت كتير، لأنه بدها تضغط على البورد على اللوح تبع التصوير، بدها تضغط بثديين او حاله مكران. احيانا خوف ما بدها تعرف، يعني طبعاً في كثير نساء طبعاً طبعاً ماني حابه اعرف. يعني اسباب، قصدي كلها هي اسباب واهيه لحتى انه هن عم يبتعدوا عن الكشف المبكر. هلا لما بنرجع للنقطه اللي ذكرناها سوا انه كتله لتوصل لسنتي، 1 سنتي بدها 5 سنين. طيب اذا نحن قلنا طبعا لما بنكتشفها بواحد سنتي الكتله، استئصالها للكتلة أو استئصال قسمي أو جزئي للثدي
يعني نسبة شفاء حوالي 98%، يعني 100% عمليا شفاء تامة. طيب إذا نحن منقول إنه كل سنتين مرة البنت أو السيدة تعمل صورة الإيكو والمامو، وطبعا من ضمن الإجراءات اللي رح أحكي عنها إنه هي معناتها عندها فرصتين على الأقل، فرصتين لتكتشفه هو تحت السنتيمتر أو لحد السنتيمتر وأقل، ويساوي هذا الكلام نسبة شفاء 100%. إذن جدا جدا هام صحيح. هذا الموضوع. نعم سيدتي. نعم دكتور، خلينا ننتقل إلى المرحلة التالية وبعد الكشف عن السرطان. في يمكن تحاليل كثيرة بدها تعملها السيدة وخزعات إلى آخره. اليوم ضمن التحاليل عم يطلع بأغلب حالات كثير سمعتها، يمكن صارت شائعة جدا، عند مخبر مثلا عم تطلع سليمة الكتلة أو ما فيها شيء، عند مخبر تاني لا فيها شيء. وشو الفرق بين السرطان الذكر والأنثى؟ خلينا هيك شوي نحكي، شو هل المخبر عليه الحق ولا يمكن الحالة مبينة؟ بس نوضح هاي القصة. خليني أقول لك شغله، سرطان ذكر أو أنثى هذا تسمية شائعة بين الناس، هي تسمية طبية خاطئة. أوكي. كثير منيح إنه وضحنا هاي النقطة. خلينا ننهيها من هلأ. هلأ لما منشوف، وخلينا نحكي بتفاصيل، لما بتقولي إنه نحن عم ناخد نفس البلوكس البلوكات أو السلايدات الإزاز، وإنه يقراها دكتور باثولوجي مخبري ويقول إنه هاي سليمة، ونفسها ناخدها لمخبري آخر لباثولوجيست آخر ويقول إنه لا فيها خباثة، لا هي نادرة ما نشوفها إلا ببعض الحالات يلي هي موجودة بكل أنواع السرطانات بكل الجسم عند رجل المرأة والكبار والصغار، يلي هي من إلا حالات بوردر، يعني حالات حدية ما منعرف ناخد القرار فيها، حتى تحت الميكروسكوب تحت المجهر ما بتكون هي عطيتنا إنه ميالة للخباثة ولا ميالة للسلامة. أما هي نفس السلايد لا ما بيصير في خطأ هيك. هلأ بنحكي نقطة تانية مهمة كتير، إنه لما نجي بنعمل نحنا صورة الإيكو والمامو بالثديين بنلاقي عنا ببعض الحالات بيعطينا إيجابية كاذبة، بمعنى إنه بيفرجينا إنه في كتلة غالبا ما تكون تيومر أو كانسر سرطان. لما نجي بنعمل إجراء الأبعد اللي هو الـ FNA يلي الخزعة، يعني Fine Needle Aspiration، الخزعة أو نستأصلها نبعتها بتطلع سليمة، والعكس كمان صحيح. إذن مجموعة الإجراءات يلي نحن بدنا نعملها هي مجموعة متكاملة، يلي بتبدأ من الفحص الذاتي للثدي يلي السيدة كل شهر تعمله، أو البنت كل شهر تعمله مرة، وإجراء جدا بسيط مثل ما قلتي حضرتك، ما بياخد دقيقتين ثلاث دقائق من وقتها، بتكون بعيدة عن وقت الدورة، وقت بيكون في احتقان بالثدي، مرتاحة بعد الحمام، بتوقف قدام المراية أو بتستلقي على سريرة، بإيد اليمين بتفحص ثديها الأيسر وبإيد اليسار بتفحص ثديها الأيمن وتحت القبطين طبعا، فيها تفحص بشكل دائري بدءا من الحلمة بدوائر دوائر حول الحلمة لتغطي كامل الثدي، أو تعمله أربع أرباع، تاخذ كل ربع لحاله تفحصه. طيب واللي ما عندها بيريد دكتور اللي قطعته؟ اللي قطعته فيها تفحص انت ما فيها تفحص انت ما كان. نحن ليش بقول اللي عندها بيريد؟ لانه ممكن في كثير بنات بصير عندهم احتقان او تحجير بالثدي، فممكن يضيع عليها انه يلي عم تجسها هل هي كتله حقيقيه ولا هو مجرد احتقان لانه بدها تجي الدوره. تمام. فلذلك هلا هذا اول اجراء. الاجراء الثاني المهم، وعلى فكره أغلبية أورام الثدي سواء الحميدة أو الخبيثة تكتشفها صاحبة العلاقة هي بفحصها لحالها. بس بتكتشفها يعني متأخرة، يعني لما نقول عم تعمل فحص هي كتلة، يعني نحن عم نحكي عن مراحل لو وصلت للكتلة. في أعراض ممكن تقول بتنبهها، يعني في لأنه نحن عم نشوف مثلا في حالة نكران، يعني أنا ما بروح الدكتور أحيانا، نحن متعايشين مع الأوجاع اللي بجسمنا، يعني متعايشين ما عندنا ثقافة ما عندنا هي الثقافة إنه أنا إذا شعرت بألم بسيط إنه ممكن استشير دكتور، بنروح يعني للسقف الأعلى من الألم، بنروح للغيبية بالأصل للألم، السقف الأعلى للألم. طب في مؤشرات، يعني كثير صبايا مثلاً نستضيفهم أو بالمحيط بتقلك أنا حسيت بكتلة، بس قبل هاي الكتلة ما في بعض الأعراض ممكن هي تتنبه إنه أنا حسب توضع المكان الكتلة هون بتلعب دور كبير. إذا كانت قريبة للحلمة بتلاقي بتظهر أعراض على الحلمة،
ممكن، بس للأسف أغلب الأعراض السريرية الواضحة الواضحة بيكون نحن عم نحكي عن مرحلة أدفانتج شوي متقدمة بالقصة، يعني ما في أما مثلا بنشوف إنه شكل الحلمة تغير، صار في نزلة من الثدي من الحلمة، غارة الحلمة، الكرنش الجلد فوق هيك صار متجعد الجلد فوق شوي، غدد اللمفاوية الموجودة ممكن هي بالعقد بالعقد تحت القبض ممكن تقس هي طبعا ممكن الجثة. هلأ هي ما مطلوب منها تشخص انه هذا لانه كانت مجروحة اصبعتي ام طلعت العقدة تحت القبض، لانه ممكن تكون هي عقدة التهابية لانه هي خط دفاع موجودة. صحيح. اوكي هلأ هي ما مطلوب منها تشخص، هي تنتبه في شيء ابنورمال عندها تراجع طبيبها. فلذلك قلنا الفحص الذاتي، الفحص الذاتي اللي هو كل شهر تعمله مرة. الشيء الثاني يلي هي انه كل ما بتروح لعند طبيبة نسائية لأي سبب من الأسباب، إذا طبيبة نسائية نسي أو ما عنده وقت ليقدر يفحص لثدينا، تطلب هي انه يفحص لثدينا، لأنه كمان وقتها بتكون إيدين الجراح نسائية دكتور نسائية دقيقة جدا بهذا الموضوع وبيوجهها. بلس بلس انه منروح بقى مثل ما عم نحكي هلا بالحمله الموجوده يلي هي صوره الايكو والمامو للثديين. مع العلم بدي اقول احصائيه هامه، رقم جدا هام، انه سرطان الثدي هو السرطان القاتل الثاني للمراه. صحيح. بعد سرطان الرئه. صحيح. تمام. يعني شغله فعلا مرعبه، ولكن ولكن بالجانب الاخر برجع منقول انه لما بنشتغل بشيء اسمه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، برجع بقول اذا كتله 1 سم بدها 5 سنين هي عندها فرصتين اذا كل سنتين مره بتعمل. طبعا هذا المعدل العادي، الا عندنا بعض الحالات الثانيه اللي ممكن كل 6 شهور لازم تعمل صوره. وحده اما مصابه كان عندها في حاله بالعائله، حاله بالعائله، اختها عندها اخت مصابه، هي يعني الاقرباء درجه اولى، هي ممكن نطلب منهم كل 6 شهور تعمل صوره ايكو مامو. عاده كمان انه الطبيب يفحصها ويتفحص حاله بشكل ذاتي. بدي اقول شغله انه خاصه في عندنا فئات تعرض اعلى، بمعنى الشريحة العمرية يلي ممكن نشوفها. نحن بالأول كنا نشوف بالأول، ونرجع لكلامك اللي قلتي لي إنه في زيادة بنسبة الإصابة، هلا مو بس زيادة بنسبة الإصابة بأعداد الإصابة، لا كمان في اختلاف بتنوع الشرائح العمرية يلي كنا نشوفها من 30 40 سنة. بمعنى نحن سرطان ثدي لفتاة عمرها تحت 25 سنة كانت نسبته فقط 1%. صحيح. هلا لا صار فوق ال 40، هلا عم نشوف تحت ال 40 45 طبعا، وال 25 سنه لا هلا عم نشوفه عند فتيات صار هدول نسبتهم اعلى. هلا بتقولي لي سبب واضح ما بنعرف، بس بنعرف انه اوقات طبيعه الغذاء بتلعب دور، الكحول الكحول بيلعب دور، ستايل الحياه اختلف كمان يمكن بيلعب دور، عفوا ستايل الحياه كله كله على بعضه، السمنه الزياده بتلعب دور، التدخين بالإحصائيات التدخين مو بس بيزيد نسبة إصابته بسرطان الرئة، لا بيزيد نسبة إصابته بسرطان الثدي. إذا في مجموعة يعني مجموعة من الأعراض ومجموعة يعني مجموعة من عوامل يعني لما تكون وحدة بالعائلة لازم ننتبه أكثر. لو بنت صغيرة عمرها 25 سنة وهي الأم أصيبت، لا بنعملها، وخاصة إذا كانت إصابة الأم إما مثلا أو أختها بأعمار صغيرة كمان، لا منبلش معهم من أعمار أصغر بالفولو أب المتابعة لها. طيب دكتور، بما أنه هلأ عم نوضح حكي شوي لكل الصبايا والسيدات يلي عم يتابعونا، بيقولوا ما تردعي للسنة، ما بصير بصير معك سرطان ثدي، بيقولوا ليف تماماً. معك ليف، معناتها بالرحم ولا بالثدي غدة ليفي، نعم اذا عندك غدد ليفي هي اكيد رح تصير سرطان. ففي اقاويل كثيره وفي حكايا كثيره، ويمكن ان عم يستخدموا النت. شو رايك تقولي لي كل الاقاويل اللي رد عليها فورا لسبب؟ لا يعني ما كثير في ببالي، يا ريت كون هيك مسجلتهم، بس مثلا خلينا نحكي عن الرضاعه، خلينا نحكي الارضاع. حكينا عن الوراثه، هي الارضاع يحمي من الاصابه بسرطان الثدي. خلينا نكون واضحين. أوكي. الإنجاب المبكر يحمي من سرطان الثدي، يلي عندها إنجاب متأخر بتزيد نسبة الإصابة عندها. بس لما نقول إنجاب مبكر أي سن؟ يعني في اختلاف. لا بسن الإنجاب الطبيعي يلي يعني هو فوق 20 أو 20 فوق 30 ل 30 32. أما مثل ما هلا عم بصير تأخر سن الزواج، تأخر الحمل، عم نروح بالحمل ل 36 37،
اصلا تعال حلها اذا صار يعني حمل، لانه في نقص خصوبه عالمي بهالنقطه. طبعا هذا موضوع اخر. فشو في اقاويل شائعه لانه كثير كمان عن الليف. خلينا نركز دكتور، انا كل حلقه يمكن نحن بالعموم نسالك عن الليف لانه طيب. دائما بيقولوا معك ليف داء غدي ليفي علي عليك اكيد رح يصير. الافات الحميده بالثدي غالبا داء غدي ليفي او داء كيسي، هدول افات سليمه. رح اضيف فوقها معلومه يلي هي نحن لما بنعطي ادويه هرمونيه للبنت مثلا بغرض تنظيم الدوره، عسره الطمث، بلا بلا بلا، بي سي او، مبيض متعدد الاكياس اللي هو تمام، اكني يا حب شباب شعرانيه، بيقولوا لك انه معك كيسات او داء ليفي بالثدي، بكره بده يزيد يصير عندك سرطان الثدي لانه عم تاخذي دواء هرموني. بنقول لهم الجمله التاليه، ارجو الانتباه، واللي يسمعنا يعني يسمعنا يبلغ اللي ما سمعنا. هي نفس فكره مانع الحمل ايضا. تماما تمام، بيلز نعم، هي انه بالعكس يقي من يقي بحوالي نسبة 40-60% من تحول الآفات السليمة لآفات خبيثة. بنقول لهم اطمئنوا يطمئنوا 3 مرات. نعم سيدتي. أكيد بدنا نتشكرك الدكتور أكرم الأحمر أخصائي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم، وأكيد يا رب هيك بنتمنى الصحة للجميع. بس مثل ما قلنا الكشف المبكر الكشف الدوري بكسب الصبية وكل السيدات اللي عم يتابعونا حياتهم اليوم. إن شاء الله يا رب. يسعد صباحك. صباحك دكتور أكرم، شكرا كثير على المعلومات يلي بتعطينا إياها دائما بطريقة مبسطة وسهلة الإيصال لكل السيدات. نشكر الله، هذا بفضلكم وفضل ربنا دائما. شكرا كثير.